متتبعي قناه الفا سبريس، اليوم 5 ماي 2022 مجلس مدينه الدار البيضاء يعقد الدوره العاديه ديالو لشهر ماي. كان المفروض انه يتم طرح مجموعه من القضايا اللي شغلات الراي العام البيضاوي خلال هذه المده الاخيره، ومن بينها القضيه اللي تفجرت مؤخرا، قضيه بلعب محمد الخامس وتحميل مسؤوليه لشركتي كازا ايفنتس وكازا اميناجمو. ولكن الملاحظ ان جدول الاعمال اللي تتضمن واحد ازيد من 50 نقطه ما درج ولو نقطه حول هذه القضيه هذه ولو من باب المختلفات. الفا سبريس طرحت هذا السؤال ولا هذا الاشكال حول على مجموعه من المنتخبين في مدينه الدار البيضاء، اجي نشوفوا اشنو هو الراي ديالهم. سي مروان، خلال الايام الاخيره يعني كان واحد النقاش وجدل كبير حول ملعب محمد الخامس وشركه كازا ايفنت وشركه الدار البيضاء للتهيئه، ولكن احنا لاحظنا ان في جدول الاعمال ولو نقطه واحده يعني الدرجات في هذه القضيه هذه، وكان المجلس يعيش في عالم والسكان تاع الدار البيضاء في عالم اخر. اشنو رايك؟ انا بدوري كنشاطك الراي كممثل ديال حزب الاتحاد الشراكي القوى الشعبيه في مجلس المدينه، واللي نبغي نخبرك به ان قبل كان اجتماع ديال اللجان، اللجنه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه، اللي مو كلها نقاش هذا الموضوع، وبالفعل طرحت نقطه نظام، لان لا يعقل اننا في ظل انشغالات البيضاويين كاملين الراي العام بما وقع في ملعب محمد الخامس والمشاكل اللي عرفاتها، ولو نقطه ولو اخبار ولو اشعار للمنتخبين ديال الدار البيضاء لما وقع وماذا وقع في اجتماع ديال لجنه التتبع والزياره اللي دارت مؤخرا. والان كذلك كنتفاجئوا في دوره مجلس مدينه ان ما كاينش اشاره نهائيا للنقطه ديال الملعب، واكيد غنطرحوها كنقطه نظام في الجلسه، لان ما يمكنش نقطه راهنيه وعندها الاهميه ديالها والبيضاويين كلهم كيتسناوها، وحنا يلاه كنتذكروا في التفويتات ديال الاراضي وديال العقارات. مشكل المركب الرياضي محمد الخامس كان موضوع الساعه، كان موضوع اللي اثار جدل وسط البيضاويين والبيضاويات، وكنا كنتمنوا ان تناقش هذا الملف على مستوى المجلس. المعلومات اللي توصلنا بها ان كان لجنه ديال التتبع اللي عقدت سلسله من الاجتماعات، واخر اجتماع كان هو يوم السبت الاخير ما قبل يومين او يوم قبل العيد. حنا بدورنا كنتسناو التقرير ديال اللجنه ديال التتبع، وانا ذاك غادي ناخذ المتعين في هذا الامر. هذا الاشكالات اللي حصلت مع كازا ايفنت في مركب محمد الخامس ظهرت حتى جا جدول الاعمال، وجدول الاعمال محكوم بواحد اجال محدده زمنيه ومسطره قانونيه، وبالتالي هذا لا يعفي انه غتكون هذه النقطه في دوره قادمه سواء استثنائيه وعاديه على طاوله النقاش داخل جامعه الدار البيضاء، ومع الاشاره ان لجنه التتبع المنبثقه من المجلس راه عقدت لقاء مع مدير هذه الشركه، وقفوا على مجموعه من الامور وداروا زياره، وراه هما بصدد برمجه زياره اخرى. وبالتالي حنا كنا طالبنا في احدى اللجان الدائمه اللي تنعقد الاسبوع الماضي قبل العيد ان اللجنه ايضا ديال الشؤون الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه بالمجلس هي لجنه دائمه طلعت هي بالدور ديالها وتعقد مثل هذه اللقاءات، والمكتب المسير والعمده في شخص العمده والمكتب المسير ياخذوا القرار اللي هو خصو يكون ويجيبوه للمجلس باش يبت فيه. وبطبيعه الحال هناك عيوب لابد ان تستدرك وتصحح. البعض عاوتاني تيقول بان المشاكل تاع الدار البيضاء دائما ما تكونش حاضره في النقاط اللي بدرجه دخل جدول الاعمال. علاش هذه القضيه؟ وهو خصنا نناقشوا ونطرحوها بشكل اعمق، لان بالفعل خصنا نناقشوا صلاحيات المنتخبين، لان ما يقع في الدار البيضاء وبخصوص المثال ديال ملعب محمد الخامس سواء كازا ايفنت سواء كازا اميناجمو كيبين تداخل الاختصاصات ما بين هاد الشركات وما بين اعضاء المنتخبين، لان هاد الشركات هي في الواقع هي تحت تسيير العمده ديال الدار البيضاء، ولكن في الحقيقه لا علاقة لها بمجلس المدينة ولا سلطة لا للعمدة ولا للمنتخبين على هذه الشركات. وبالتالي خصنا نناقشوا هذا الموضوع، وخص يرجع للمنتخبين دورهم وصلاحياتهم باش يقدروا كما كيصوتوا على البيضاويين يتحاسبوا معهم البيضاويين. لا بالعكس، الدورة حافلة بالنقاط تقريبا واحد 51 نقطة، ماشي سهل انك تدرج مثل هذا الكم الهائل من النقاط.
تختلف أهميتها ودرجتها من ناحية الأهمية، لكن هناك استحضار المصالح البيضاوي والبيضاويات. صحيح أننا نحتاج إلى أمور أخرى تدرج على مستوى جدول الأعمال، لكن اللي غيفك لنا هاد اللعبة هذه وهاد الإشكالية هو البرنامج ديال التنمية ديال الدار البيضاء. غادي نحطوا واحد البرنامج كيولي يسهل علينا التصور ديال التسيير وديال التدبير. في غياب برنامج، في غياب الباك، ما كتبقى الامور ما محطوطاش بشكل اللي هو مدروس وموزون، لا زمنيا ولا قيميا. وبالتالي الاوان اننا في السنه الاولى، ما تسالي هذه السنه حتى اننا نكونوا فعلا اوجدنا وانجزنا هذا البرنامج التنموي ديال مدينه الدار البيضاء اللي تستحق كل تقدير، وان الاوان لانصافها واعطاء البيضاويين قيمتهم الحقيقيه. رغم المؤاخذات التي دائما تتسجل على شركه التنميه المحليه، ولكن هناك اصرار عند المجلس انه في كل دوره تتم ادراج واحد النقطه تتعلق بانتداب شركه من هذه الشركات من اجل تدبير مرفق من المرافق تاع الدار البيضاء. علاش المجلس مصر على هذه القضيه؟ واش ما وصلش او ما حانش الوقت باش نديروا واحد التقييم اجمالي حول اداء شركات التنميه المحليه؟ واش نجحت الخطه ام فشلات؟ الملاحظ ان شركه التنميه رغم المؤاخذات اللي عليها، المجلس يصر على انتدابها لتدبير بعض المرافق. علاش دائما يصر المجلس على انتداب شركه التنميه رغم المؤاخذات اللي تتخاض عليها؟ هذا قرار اللي تخذه في عهد المجالس السابقه لتدبير اليوم، دابا التدبير اليومي ديال مدينه الدار البيضاء عبر شركه ديال التنميه، لا في المجال الرياضي ولا الثقافي ولا الاجتماعي الى اخره. اليوم ماشي المشكل ديال هذيك الشركه، حنا تنقولوا انه هذه الشركه اللي تسهل مجموعه ديال المساطر، ولكن المواكبه والمتابعه اللي ما نؤاخذ عليه المجلس هو انه تم انتخاب ديال اللجان ديال التتبع مجموعه ديال الملفات. مع الاسف انه هذه اللجان لا تجتمع، ومن المفروض ان تجتمع وتوضع تقارير لدى المجلس. مع الاسف هذا الشيء ما تيتمش، والخلل ماشي غير في الشركات ديال التنميه، ولكن في المجلس حتى المجلس هو يتحمل قسطا من المسؤوليه. وهذا هو الاشكال. دابا الفريق المسير للمجلس المدينه والاحزاب الاغلبيه المسيره خصها تكون عارفه اش بغا، واش باغا تمثل البيضاويين ولا تمثل المصالح ديال الفئات خاصه. لان لا يعقل، حنا كلشي مستاء من الاداء ديال هاد الشركات ومن الملايير اللي كتفوت لهم وعدم القدره ديال مجلس المدينه محاسبتهم متابعه ماليين. وكنجيو في كل دوره كنلقاو تفويتات اخرى لهاد الشركات، هو تسمين لهاد الشركات لا اقل ولا اكثر. وبالتالي خاص السيده العمده واعضاء المكتب يا يكونوا قادرين يكونوا مسؤولين ويحميوا مصالح البيضاويين، يا انهم تاهما كذلك غيدخلوا في هاد الريع ديال هاد الشركات ديال التنميه المحليه. مسار عمل شركه التنميه المحليه خص واحد الوقفه، خص واحد التقييم. طبعاً على 10 سنوات من التجربه ديال هذا النمط التدبيري لابد انه راكم مجموعه من الايجابيات ومجموعه من السلبيات. الاول اننا نفتحوا هذا النقاش ديال السلبيات ونبحثوا بجد جديد من شروط عمل هذه الشركات ديال التنميه المحليه اللي هي بطبيعه الحال كتمثل جماعه الدار البيضاء اقل واكثر.